بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بالجميع في محاضرة اليوم ضمن سلسلة محاضرات المواصفة القياسية العالمية لنظام إدارة المخاطر ISO 31000 Risk Management System، نظام إدارة المخاطر. اليوم إن شاء الله نشرح منهجية لمؤسسة تسمى مؤسسة المودة بمكة المكرمة. نشوف استراتيجية هذه المؤسسة لإدارة المخاطر. نذكر نحن مسبقا تعرفنا على استراتيجيات التعامل مع المخاطر، مثلا التجنب، الأفويد والتخفيف، الميتيجيت والتحويل، ترانسفير والقبول، اكسبتنس. دي كانت استراتيجيات لإدارة المخاطر، وتعرفنا على طرق تقييم المخاطر وكل التفاصيل الخاصة ب تحليل المخاطر والتفاصيل الأخرى. نبني عليها هذا النموذج وهذه المنهجية اللي طبقتها مؤسسة المودة، وهي يعني مؤسسة أو جمعية للتنمية الأسرية بمكة المكرمة زي ما ذكرت. المؤسسة ذكرت أو وضعت مقدمة إنه إدارة المخاطر هي جزء أساسي من استراتيجية جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، وهي الإجراءات اللي بتتبعها هذه المؤسسة لمواجهة المخاطر المصاحبة لأنشطتها بهدف تحقيق المزايا المستدامة لكل البرامج والمشاريع. وركزوا بشكل كامل على إدارة المخاطر، وقالوا إن هي التعرف على ومعالجة هذه الأخطار أو المخاطر، وفهم الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة لكل العوامل اللي ممكن تؤثر على أداء المؤسسة اللي هي مؤسسة المودة. طيب، في هذا النموذج هم قسموا وصنفوا المخاطر. إذا بنلاحظ هنا في تشريعات، في جانب اقتصادي، في جانب اجتماعي، في تكنولوجيا، في بيئة، في جوانب قانونية. طيب، هنتعمق أكثر في استراتيجيتهم عشان نفهم يعني نظام التطبيق الخاص بهم، وبالتالي نستفيد منها كاستراتيجية مطبقة. طيب، في التشريعات ذكروا إنها تشريعات وقوانين العمل والاستثمار والتبرعات وأنظمة فتح الحسابات في البنوك. نلاحظ هنا إنه طبعا الاستراتيجية والنموذج بيكون خاص بإدارة المخاطر الخاص بنشاطهم. طيب، في الجانب الاقتصادي ذكروا إنه الوضع الاقتصادي الخاص بمعدل دخل الفرد مثل الرواتب والإيجارات وسياسة الدعم. في الجانب الاجتماعي ذكروا نمط الحياة الاجتماعية وتغيير التركيبة السكانية والقيمة السائدة في المجتمع والمستويات المادية والعادات والتقاليد والمتغيرات السلوكية. أما في التكنولوجيا ذكروا الوسائل التقنية المتاحة وأنظمة الاتصالات والبيئية، العوامل البيئية كالمناخ السائد في الصيف ونظام حماية بيئة الجمعية والمخاطر المهددة للبيئة أثناء الأمطار. والقانونية، قوانين حماية البيانات وحماية المستهلك وهكذا. طيب، نلاحظ هنا في التشريعية في هذا المسار ذكروا أمثلة منها في التشريعات، إنه في ضريبة أو قيمة مضافة، مستويات الإنفاق الحكومي للجمعيات باعتبارها هي جمعية خيرية، ولوائح وقوانين العمل الخيري. وفي الجانب الاقتصادي هنا نبهوا على إنه هنالك وضع اقتصادي في الجمعية أو الوضع الاقتصادي الخاص بالجمعية، طبعا اقتصاديات المنشأة، معدل دخل الموظف وسياسة الدعم الحكومي والمانحين باعتبارها جمعية خيرية. اجتماعي، التركيبة السكانية والتعداد السكاني والمستويات التعليمية والتغيرات اللي بتحصل في أنماط الحياة والتوجهات الاجتماعية. التكنولوجية، سرعة النقل التكنولوجي ومعدل العمر الافتراضي للاستخدام ومنصات تكنولوجيا جديدة، طبعا بتدخل فيها كل تفاصيل التكنولوجيا. والبيئة هنا أشاروا للحماية البيئية، والقوانين القانونية أشاروا لي قانون حماية البيانات، قانون حماية المستهلك، قانون التعاقد، قانون التوظيف، وقانون الصحة والسلامة المهنية. كلها ممكن نحن نفصل بنفس الطريقة على أنشطتنا، حجم أنشطتنا ونوع أنشطتنا. طيب،
في تقدير هذه المؤسسة للمخاطر، في تقدير وتقييم المخاطر وضع مصفوفة. هذه المصفوفة شبيهة بالمصفوفات اللي شرحناها مسبقا وعملنا فيها معادلات ويعني نماذج مختلفة. بنلاحظ هنا وضعوا مصفوفة معدل المخاطر في الاحتمالية وشدة التأثير أو مدى التأثير. هنا قسموها وصنفوها بغير ملموسة وصغرى متوسطة وكبرى وكارثية. برضو في التقسيمات السابقة الناس ترجع لها، ترجع للمحاضرات السابقة على أساس أنه تربطها بهذه النظام، هذه المنهجية المطبقة في هذه المؤسسة. طيب هنا في الاحتمالية ضعيف جدا وضعيف، متوسط وكبير وكبير جدا. لا بأس إن مصفوفتك تكون خماسية أو ثلاثية زي ما ذكرنا في المحاضرات السابقة. طيب في مفاتيح معدل المخاطر هنا من 15 إلى 25 مخاطر بليغة، وطبعا بتكون عالية. هنا ما بنا نواصل النشاط، بنوقف النشاط إذا كانت هذه المخاطر عالية أو كارثية. من 8 إلى 12 مخاطر كبرى، وهنا عالية بشكل غير مقبول وشرحنا هذه التفاصيل. هنا بتعدل النشاط وبيكون عندك مستوى بتاع تدخل علاجي يتناسب مع حجم المخاطر. ومن 4 إلى 6 هنا بتكون مخاطر متوسطة حسب اللون الأصفر، هنا مقبولة لكن يجب إدارتها بحيث تبقى في أدنى مستوى. ومن 1 إلى 3 هنا مخاطر منخفضة، هنا مقبولة دون الحاجة لاتخاذ إجراء ما لم يكن الإجراء تصعيد للمخاطر أو إذا كانت هنالك المخاطر متواصلة. وطبعا شرحنا في هذه التفاصيل، نحن بس هنا عايزين نوضح الاستراتيجية والمنهجية اللي اتبعتها هذه المؤسسة للتطبيق، لأن هذه التفاصيل نحن شرحناها مسبقا في الطرق المختلفة وبالمصفوفات المختلفة. طيب الجانب المهم اللي نحن عايزين نتعرف عليه اليوم هنا نماذج تقييم المخاطر. قبل أن ندخل في هذا النموذج، المؤسسة في الاستراتيجية بتاعتها أولا كونوا فريق لإدارة المخاطر، وده جانب مهم جدا. في تكوينهم لإدارة المخاطر أو لتكوينهم لفريق لإدارة المخاطر طبعا حيحددوا مسؤوليات وحيحددوا صلاحيات، وكل شخص حيقوم بمهام وكذا. وبعد ذلك عرفوا بعض المصطلحات، وضحوا بعض المصطلحات مثلا زي الخطر، ما معناه خطر، مثلا خطر حدوث شيء ما مثلا قد يكون له أثر سلبي في تحقيق الأهداف أو يؤدي لخسائر بشرية مثلا أو مادية أو معنوية زي ما ذكرنا مسبقا. ولو مثلا ذكروا برضو بعض التعريفات أنه إدارة المخاطر يعتبر نشاط إداري يحدث لي التحكم في المخاطر وتخفيفها للمستويات المقبولة وقياسها والسيطرة عليها وهكذا. طيب إذن هم كونوا فريق لإدارة المخاطر ووضعوا بعض المصطلحات في دليلهم، وبالتالي حددوا منهجيتهم لإدارة المخاطر. في المنهجية كانت هنالك لجنة لإدارة المخاطر، لجنة خاصة ودليل خاص لقياس فعالية إدارة المخاطر، والدليل اللي هو بيتكون منه كل هذه التفاصيل اللي هنشرحها الآن بشكل عملي. بالتالي في الدليل أهم حاجة ذكروا إنه لازم الدليل يتعمم على المؤسسة وتراجع وتستفاد منها كل الإدارات، وبالتالي لازم الدليل أو التفاصيل اللي جاءت في دليل إدارة المخاطر تتناسب مع حجم ونوع الأنشطة. وحددوا بعد ذلك مهام للفريق، كل خطر يتم تحديد مسؤول له، والشخص دي بيكون عنده مسؤوليات وصلاحيات والإمكانيات لمواجهة الخطر. طبعا هيكون في موظفين مدراء إدارات والمعنيين، الموظفين هيقيموا يراجعوا المخاطر، وبالتالي الإدارة تشارك معهم الحلول والخطط والأشياء زي دي. مدراء الإدارات طبعا هتكون عندهم برضو هيكون عندهم مسؤوليات مختلفة في إطار إدارة هذه المخاطر. طيب النموذج، نموذج تقييم المخاطر، إذا بنلاحظ هنا نوع المخاطرة، وصف المخاطر دي، ومستوى الخطر، ومدى التأثير أو شدة التأثير، ومعالجة الخطر، كيفية معالجة الخطر، وأسلوب التعامل مع الخطر والمسؤول.
طيب مثلا ناخذ المخاطر التشريعية، تشريعات مخاطر تشريعية، في وصفهم للمخاطر قالوا هنا وصفوه بأنها مثلا القيمة المضافة. مثلا مستوى الخطر طبعا هنصف باللون، إذا اللون الأحمر الغامق هنا حيكون طبعا كارثي أو كبير جدا. طيب مدى التأثير، طوال حنرجع لوصف هذه الألوان، طبعا اللون هنا مخاطر كبرى، طبعا الاستراتيجيات والخطوات الاسترشادية بتختلف من مؤسسة لمؤسسة، وكون هنالك خطوات أو هنالك طرق معيارية كما ورد في المواصفة 31 ألف، لكن كل هذه خطوات استرشادية يمكن التعديل عليها ويمكن استخدامها حسب حجم ونوع النشاط. طيب مدى التأثير، طبعا هتديه هنا اللون، وهذا اللون زي ما شايفين هنا حيدل على إنها مخاطر كبرى. طبعا المخاطر البليغة باللون الأحمر الغامق والبرتغالي مخاطر كبرى، والمخاطر المتوسطة هتأخذ اللون الأصفر، والمخاطر المنخفضة هتأخذ اللون الأخضر. طيب معالجة المخاطر، قالوا التعاقد مع شركة كفاءات لتحمل جزء من رواتب الموظفين السعوديين باعتبار المؤسسة في المملكة العربية السعودية. طيب أسلوب التعامل مع الخطر، هنا التجنب، المسؤول الخدمات المساندة حسب طبعا نوع أنشطتهم وكذلك هياكلهم الإدارية والتنظيمية في المؤسسة. طيب هنا في وصفك للمخاطر ممكن تكون يكون حسب نوعك، حسب نوع نشاطك تكون مثلا أي مخاطر تشريعية أخرى، القوانين واللوائح والمسائل الضريبية وكذا وكذا. طيب في كذلك نوع المخاطر مثلا تشريعية أو تشريعات، وصفوا للمخاطر مستويات الإنفاق الحكومي على الجمعيات الخيرية، هنا وصفوا الخطر أو مستوى الخطر بأنه كارثي، ومدى التأثير برضو كبير جدا، ومعالجة الخطر في شراء وقف لتغطية 10% من ميزانية الجمعية، أسلوب التعامل مع الخطر هنا تقليص أو تخفيف، المسؤول الإدارة المالية. طيب نشوف برضو جانب اقتصادي، نوع المخاطر اقتصادية، وصف المخاطر أو وصف الخطر، معدل دخل الموظف. طيب مستوى الخطر هنا الأصفر طبعا هيكون هنا حسب الوصف هنا أو حسب مفاتيح معدل المخاطر متوسط، فهنا وصف مستوى الخطر هنا معناه متوسط، ومدى التأثير هيكون بسيط أو مخاطر ممكن نقول عليها منخفضة، اللون الأخضر بتصف إنها منخفضة. طيب معالجة الخطر هنا وضعوا إنه منح 500 ريال لكل موظف بدل غلاء معيشة، وده بيخفف من الوضع أو تأثير الخطر. وأسلوب التعامل مع الخطر هنا التقليص، والمسؤول الخدمات المساندة طبعا زي ما ذكرت حسب نوع النشاط. طيب مخاطر اقتصادية برضو نتعرف على نوع معين من المخاطر الاقتصادية ووصفهم لهذا النوع من الخطر، سياسة الدعم من المانحين، والاثنين وصفوها بأنها طبعا البرتغالي مخاطر كبرى، ومستوى الخطر كبير وشدة التأثير كبير، ومعالجة الخطر قالوا هنا وضعوا إنه لازم يكون في تصميم مواثيق للمشاريع وفق معايير المؤسسات المانحة، ودراسة الاحتياجات المجتمعية، وتحسين آليات وطرق التواصل مع المانحين، وإرسال تقارير والشفافية والحوكمة والتقارير الشهرية الدورية للمانحين، وأسلوب للتعامل مع هذا الخطر طريقتين أو استراتيجيتين، تجنب وتقليص، أي أو تجنب وتخفيف. المسؤول هنا جميع الإدارات كده، طبعا بتكون وضحت لنا الفكرة في استراتيجية هذه المؤسسة لتقييم المخاطر. طيب نشوف بعد آخر في نفس السياق، لأنه نوع الخطر تكنولوجي، وصفهم للخطر سرعة النقل التكنولوجي، مستوى الخطر هنا عالي وممكن يكون كارثي باللون الأحمر شديد الغامق، ومدى التأثير كبير جدا، ومعالجة الخطر عشان يعالجوا الخطر التكنولوجي دي
قالوا نصمم برنامج لإدارة المهام وتصميم برامج لإدارة خدمات الموظفين وتسهيل التواصل. هنا طبعا هتستخدم برمجيات، هتستخدم تكنولوجيا، هتستخدم أجهزة حديثة، هتستخدم كل الأشياء التكنولوجية اللي ممكن تساعدك على مواجهة هذا الخطر وأسلوب التعامل مع الخطر، طريقتين أو استراتيجيتين: تجنب وتقليص. المسؤول الخدمات المساندة حسب نشاطهم، حسب هياكلهم. طيب برضو نقف على نوع معين من المخاطر، المخاطر البيئية. المخاطر البيئية هنا قالوا العوامل البيئية مثل المناخ العام، ومستوى الخطر هنا طبعا هيكون حسب ما وصفنا متوسط اللون الأصفر، تمام. طيب مستوى الخطر هنا هيكون متوسط، ومدى التأثير هنا بسيط باعتباره ما في أي تأثير. معالجة الخطر في المخاطر البيئية: تهيئة منافذ التهوية. طبعا البيئة أو المناخ الموجود في المؤسسة لازم، خاصة مثلا زي المؤسسات، المستشفيات والمصانع الغذائية وكذا، لازم يكون في تهوية جيدة، لازم يكون في بيئة نظيفة وكذا. طيب مداخل ومخارج الطوارئ في معالجتهم من الخطر: لازم يكون في مداخل ومخارج للطوارئ، وتغطية للتجمع أو نقطة التجمع للطوارئ، دي طبعا خاصة بالسلامة والصحة المهنية. لما يكون في طوارئ مثلا حرائق أو كذا، لازم يكون في نقطة للتجمع، بالتالي خروج الناس بأمان. أسلوب التعامل مع المخاطر: هنا الاستراتيجية التجنب، والمسؤول الخدمات المساندة. برضو في المخاطر البيئية، في المخاطر البيئية مخاطر مهددة لبيئة الجمعية أثناء الأمطار. طبعا مستوى الخطر ومدى التأثير وصفوه برضو بالألوان الأصفر والأخضر. ومعالجة الخطر: منافذ تصريف مياه الأمطار، مظلات واقية وكذا، دي طبعا مخاطر طبيعية أمطار. طيب أسلوب التعامل هنا: التجنب، والمسؤول الخدمات المساندة. طيب مخاطر قانونية، وصف المخاطر هنا: قوانين سوق العمل المتعلقة بالدولة اللي هي السعودية، مستوى الخطر ومدى التأثير وصفوه بأنه كبير جدا، ومعالجة الخطر اتعاملوا أو في معالجة الخطر اتبعوا طريقة توظيف كوادر وطنية، أي كوادر سعودية لبلدهم. وأسلوب التعامل مع الخطر: التجنب، والمسؤول الخدمات المساندة. وبرضو في نوع الخطر اجتماعي، نتعرف على نوع خطر آخر اجتماعي. في وصف الخطر: التركيبة السكانية والتعداد السكاني، مستوى الخطر طبعا هنا متوسط، ومدى التأثير بسيط، خاطر ما لها تأثير. معالجة الخطر هنا: بناء شراكة استراتيجية تكاملية مع القطاعات والجمعيات التنموية. أسلوب التعامل مع الخطر: تجنب، والمسؤول جميع الإدارات، وهكذا. طيب في المفاتيح، طبعا في مفاتيح مستوى الخطر ومفاتيح مدى التأثير، مستوى مستويات المخاطر: مخاطر بليغة إذا كانت من 15 إلى 25، من 8 إلى 12 كبرى، من 4 إلى 6 مخاطر متوسطة، من 1 إلى 3 مخاطر منخفضة، و الكارثية والكبرى والمتوسطة والصغرى حسب الألوان زي ما أنتم شايفين. طيب في ملاحظة هنا، أنه بنوا هذه المصفوفة أو تم بناء هذه المصفوفة حسب نموذج بستل. بستل ده شنو؟ وبعد عمل تحليل للمخاطر الخارجية والداخلية لكافة الإدارات وفق نموذج بستل. وطبعا هنا نحن عايزين نشرح نموذج بستل ده، بستل اللي هو البي بوليتيكال اللي هو السياسية، والإي إيكونوميكال اقتصادية، والإس سوشيال اجتماعية، والتي تكنولوجيكال اللي هي التكنولوجية، والإل ليجال قانونية، والإي ستة اللي هي إنفيرومنتال بيئية. طيب عايزين كده نشرح
بشكل سريع كده، مثلا أو نعطي نماذج وأمثلة لمخاطر سياسية. مثلا عوامل سياسية زي التغير السياسي اللي بيحصل، الاستقرار السياسي في البلد، السياسات التجارية، تغيير الحكومات في كل فترة، وكل الجوانب السياسية، إذا حصلت ثورة أو حصلت كذا، أي تغيير طبعا سياسي بيطرأ عليه تغيير في مستويات أخرى على مستوى الدولة، على مستوى المنشآت. الجانب الاقتصادي، مثلا حصلت أزمة اقتصادية، في ضرائب بتحد من تقديم المنتجات والخدمات، مثلا في تضخم على مستوى اقتصاديات الدولة. اجتماعية، مثلا اتجاهات نمط الحياة والتوزيع السكاني وأنماط الشراء وسلوك المستهلك والجوانب الأخرى. طيب التكنولوجية، زي ما شايفين التكنولوجيا الآن حولنا، يعني في كل الجوانب، على مستوى التعليم، على مستوى الصناعة، على مستوى تقديم الخدمات والمنتجات بشكل عام. فبالتالي تطور التكنولوجيا، التشريعات التكنولوجية، وفي تحدي آخر في إطار التكنولوجيا اللي هو الوعي التقني في سوق العمل، يعني معرفة الناس بالتكنولوجيا وتدريب ومستويات وعيهم بالبرمجيات والذكاء الاصطناعي والحوكمة والتحول الرقمي وكل أساليب التكنولوجيا. القانوني هنا، مثلا قانون حماية المستهلك، مثلا قانون العمل، قانون مواصفات ومقاييس معينة لمؤسسات وهكذا. طيب العوامل البيئية، قانون حماية البيئة، مثلا تغير المناخ، الصيف والشتاء طبعا بتختلف في تفاصيله، والمسؤوليات البيئية في المؤسسات الصناعية وهكذا. طيب إذا مثلا ضربنا مثال بتحليل نموذج بيستل، عشان نشتري ماكينة جديدة، مثلا عشان نشتري ماكينة جديدة زي ما موضح أمامنا، لازم نشوف التكنولوجيا وأثر المستقبل المحتمل، لازم ندرس كل المسائل القانونية اللي مفترض نحن يعني نلتزم بها ونمتثل لها، ولها تأثير على هذا الجانب. من خلال برضو الماكينة اللي حتشتريها، لابد من دراسة المنافسة، وخاصة مع المنافسين المباشرين، امتلاك الجهات الأخرى بمثلا ماكينة مثل هذه الماكينات، ومدى تطور هذه الماكينة وفعاليتها وكفاءتها في مثلا الصناعة وفي الإنتاج وهكذا، الظروف الحالية والمبيعات المتوقعة. طبعا نحن من خلال الماكينة دي حننتج، ومن خلال الإنتاج عايزين نبيع وعايزين نقدم للسوق، فبالتالي حشوف الظروف الحالية والمبيعات المتوقعة، وبرضو حندرس التغلغل والانتشار، الجهود الحالية والمستقبلية لكسب المشاركة في السوق دي، أبعاد أخرى من نفس الجانب اللي هو شراء ماكينة. نحن حننتج وحنقدم للسوق، حندرس برضو الظروف البيئية اللي ممكن تؤثر على التسويق، جودة منتجاتنا اللي بنقدمها للسوق، وتحليل التحليل الاقتصادي المحلي، في تضخم وفي ضرائب في كذا وفي كذا، وجميع القوى الاقتصادية اللي ممكن تؤثر لنا على الشركة، كقضايا اقتصادية، قضايا قومية، قضايا دولية. برضو يعني لو تذكرنا في الجانب اللي ذكرناه في الكونتكست اوف اورجنايزيشن، سياق المنظمة، بندرس القضايا الداخلية والخارجية اللي لها تأثير على أنشطتنا وعلى أهدافنا، وكل القوى اللي لها تأثير على قدرة نظامنا، إذا كان نظام إدارة جودة أو نظم أخرى، في تحقيق الأهداف. بعد ذلك جو عملوا لنفس المؤسسة دي، مؤسسة المودة أو جمعية المودة للتنمية الأسرية، جو وضعوا نتائج وفي شكل نسب لتقييم للمخاطر. بنلاحظ هنا نسبة تقييم مستوى الخطر العام للجمعية ونسبة مدى تأثير الخطر العام. طيب جو وضعوا في شكل نسب، في المية، 35%، 23%، 24%، 18%. طبعا دي بتعطيهم مؤشرات، المؤشرات دي بتدل على
بكل رقم وبكل لون بتدل على ان هل هنالك مخاطر بليغه، مخاطر بسيطه، مخاطر متوسطه. طبعا اللون الاخضر اللي النسبه الكبيره هنا 35% هتدل على بتدل على مخاطر منخفضه زي ما تعرفنا عليها مسبقا. 23% بتدل على انها مخاطر متوسطه. 24% بتدل على انها مخاطر كبيره، و 18% بتدل على مخاطر بليغة إنها باللون الأحمر الغامق وهكذا. وبعد ذلك وضعوا مؤشرات ونسب لمدى تأثير. طبعا زي ما ذكرنا إنه الخطر بيساوي الاحتمالية في شدة الحدوث في المحاضرات السابقة severity في probability، والاحتمالية في شدة الحدوث أو الخطر بيساوي الاحتمالية في شدة الحدوث. و يعني طرحنا معادلات وتفاصيل أخرى في المحاضرات السابقة ممكن نرجع لها، وبالتالي نربط هذه المحاضرة بالمحاضرات السابقة بالنسبة للناس اللي حيحضروا المحاضرة دي فقط أو اللي حضروها لأول مرة. طيب برضو ممكن تستعمل أو تستخدم التحليل الرباعي SWOT analysis، وهو نظام تحليل أو أسلوب تحليلي مشهور بنستخدمه في كل أساليبنا للتعامل للتخطيط الاستراتيجي للتعامل مع الخطر وكذا وكذا. فإذا التحليل الرباعي SWOT analysis ده أسلوب تحليلي لتطبيق المتطلبات، وبيهدف لمعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لكل المؤسسات بغض النظر عن حجم النشاط ونوع النشاط، وبيعتبر أسلوب فعال جدا بيساعدك على إنك تعرف سياق عمل المنظمة، تعرف مخاطرك، وتبني استراتيجية واضحة لمؤسستك. التحليل الرباعي ده بيعتبر مثال عملي للتفكير المبني على المخاطر risk based thinking وإدارة المخاطر والفرص. إذا نستفيد منه، نستفيد من SWOT analysis في إدارتنا للمخاطر وكيف نحن نغتنم الفرص. طيب كلمة SWOT، الاس سترينث والدبليو ويكنسز والاو اوبورتونيتيز والتي ثريتس. طيب عندنا نقاط القوه، نقاط الضعف، والفرص والتحديدات. طيب عندنا تحليل داخلي اللي بيحتوي على نقاط القوه ونقاط الضعف، وعندنا تحليل خارجي اللي بيحتوي على الفرص الاوبورتونيتيز والتحديدات الثريتس. طيب عايزين نتعرف أولا على التحليل الداخلي. في التحليل الداخلي لازم نقول شنو هي مصادر قوتنا كمؤسسة، ما هي الميزة التنافسية اللي نحن بنمتلكها. طيب مصادر قوتنا وميزتنا التنافسية، مثلا عندنا موظفين أكفاء، ناس عندهم كفاءة وفعالية، الاتصال الداخلي ممتاز، عندنا علامة تجارية، موقع الشركة ممتاز، علاقة جيدة مع العملاء، دي كلها ممكن تكون نقاط قوة. طيب نقاط الضعف بتاعتنا ضمن التحليل الداخلي. طيب نقاط الضعف لازم نعرف انه نقاط الضعف بتشير للعوامل اللي بتأثر سلبا على شنو؟ سلبا على المؤسسة او على النشاط او على الاهداف. طيب في نقاط القوة او نقاط الضعف، في نقاط الضعف لازم نعرف شنو هي مثلا مشاكل السيولة النقدية عندنا كأمثلة. يعني في صعوبة في تسجيل البيانات، دي من نقاط الضعف. تكلفة الإيجار عالية، لا يمكن توفير المنتج للعملاء خارج الدول أو خارج الدولة للعملاء الدوليين. يعني عدم القدرة على المنافسة في السير، ما قادرين نتجارى مع الناس في الأسعار، خاصة مع الأسعار اللي ماشى طوالي في ارتفاع. طيب دي أمثلة للتحليل الداخلي اللي تمثلت في اللي هي السترينث والويكنسز، نقاط القوة والضعف. في التحليل الخارجي الاكسترنال هندرس الفرص الاوبورتونيتيز والتحديدات الثريتس. طيب الفرص لازم نعرف من خلال الفرص كيف نحن ممكن نعزز ونطور نجاحنا، نستفيد من الفرص الأمامنا. طيب شنو هي الفرص الأمامنا؟ لازم تعرف إنك شنو هي الفرص اللي أمامك أنت،
ما هي الفرص التي لدينا. طيب الفرص ممكن تكون ولاء العملاء، العملاء عندهم ولاء لك، لمؤسستك، لمنتجاتك، لخدماتك. من الفرص ممكن يكون زيادة طلبات العملاء مثلا من بعض المنتجات ومن المبيعات وكذا. ومن الفرص ممكن تكون عندك شراكة مع مؤسسات كبيرة. من الفرص ممكن تكون عندك خلق منتجات يعني قيمة، منتجات جديدة، منتجات متطورة وخدمات جديدة وهكذا. طيب التهديدات، في التهديدات لازم تذكر إنه شنو هي التهديدات اللي ممكن تؤثر على أهدافك وعلى نشاطك. طيب من التهديدات مثلا حملة إعلانية جديدة من المنافسين، في ناس بيقدموا نفس منتجاتك وبنفس الجودة وعندهم حملات إعلانية وعندهم نشاط كبير جدا جدا، فبالتالي حيكون بالنسبة لك منافسة. طبعا هنا أنت لازم تنافس تنافس شريف، لازم تكون عندك ميزة تنافسية. برضو من التهديدات مثلا منتجات مماثلة في السوق من منافسين. من التهديدات مثلا مغادرة كثير من الموظفين اللي عندهم كفاءة وفعالية، ودي من المشكلات اللي بتواجه كثير من الدول، واللي كثير من المؤسسات ما بتضع عليها اعتبار، انه انت لما يمشي شخص واحد حتكون فقدت عقول، تكون فقدت معرفة، تكون فقدت اصل من اصول المؤسسة، تكون فقدت قيمة حقيقية لهذه المؤسسة، ما مجرد شخص ومشى. طيب فإذا احنا بتحليل السوات نقدر نستفيد من إدارتنا للمخاطر وتحليلنا للمخاطر. نتمنى تكون استفدتوا من هذه المحاضرة القصيرة، وإن شاء الله تكون إضافة للمحاضرات السابقة لفهم وإدارة المخاطر وتحليل المخاطر وتقييم وتقديره بالشكل المطلوب بإذن الله تعالى. أذكر مرة أخرى الناس اللي ما حضروا المحاضرات السابقة يحضروها بعد ذلك، يربطوها بهذه المحاضرة. وللمزيد قدامكم الإيميل والصفحة على الفيسبوك، وجزاكم الله خير، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم.